السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة والتي تأتي ضمن أسبوع الفعاليات التي تنظمها فضائية هنا القدس بعنوان تنطفئ النار ويبقى الأمل في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك والتي تصادف 21 من أغسطس. هذه الحادثة الأليمة والتي حدثت في العام 1969 لابد أن تبقى خالدة في أذهاننا وعقولنا جميعا. اليوم نقدم هذه الحلقة من جامعة الإسراء بغزة ونناقش فيها دور المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث في تفعيل قضية القدس لإبقائها حاضرة في الأذهان والعقول ولتبقى على مر الزمان هي القبلة الأساسية التي تتجه إليها الأنظار. أرحب بضيوفي هنا، نبدأ بالدكتور علاء مطر عميد كلية الحقوق بجامعة الإسراء، أهلا وسهلا بك. وأرحب أيضا بالدكتور صالح الكاشف محاضر بقسم التاريخ بجامعة الإسراء، أهلا وسهلا بك. وأيضا أرحب بالأستاذ مجدي بدح مدير وحدة القدس في وزارة التربية والتعليم، أهلا وسهلا بك. أرحب أيضا بالدكتور حسن حمودة أستاذ العلوم السياسية، أهلا وسهلا بك. نبدأ مع الدكتور علاء، كيف يمكن يعني تعميق فهم الطلاب لتاريخ القدس وكيف تسهم الجامعات بصفة عامة في غرس القيم الوطنية في نفوس الطلبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نرحب بكم ونرحب بطلابنا وبالإخوة الزملاء الحضور، أهلا وسهلا بكم في جامعتكم الغراء جامعة الإسراء. جامعة الإسراء من ضمن أهدافها الرئيسية ترسيخ القيم الوطنية والإسلامية في نفوس طلبتنا، وهذا يتم من خلال نشاطات عديدة سواء النشاطات المنهجية والنشاطات اللامنهجية. لو تطرقنا إلى النشاطات المنهجية سنجد أن في جامعة الإسراء العديد من المساقات الدراسية التي تهتم في الجانب الوطني وترسيخه، منها بالطبع مادة تاريخ القدس، مادة القضية الفلسطينية، اللاجئين، وأيضا مواد عديدة منها الحركة الوطنية والحركة الأسيرة، كلها ترسخ القيم الوطنية لدى طالبتنا. وأيضا هناك نشاطات لا منهجية تقوم بها جامعة الإسراء وفعاليات سواء تتعلق في مؤتمرات، ندوات علمية، كلها تدعم القدس وأيضا المقدسيين وحقوقهم. في جامعة الإسراء هناك برنامج متكامل هو برنامج حقوق الإنسان، هذا البرنامج يركز على حقوق الفلسطينيين وبالطبع أيضا على حقوق المقدسيين وكيفية نيل هذه الحقوق بالطبع. نعم، ننتقل للدكتور صالح، يعني ما هي الوسائل برأيك التي يمكن من خلالها تفعيل قضية القدس في مؤسساتنا التعليمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشكر فضائية هنا القدس على هذا الاستضافة وعلى هذا الاهتمام بأعز وأشرف وأهم قضية في حياتنا كمسلمين وكفلسطينيين. ابتداء قضية القدس ممكن تفعيلها في الجامعات بعقد المؤتمرات التي تركز على قضية القدس عبر التاريخ وفي هذا الواقع الذي نعانيه ويعانيه أهل بيت المقدس وأهل القدس من هجمة شرسة من قبل الكيان الصهيوني على أهل بيت المقدس سواء عسكريا أو اقتصاديا أو بالضرائب التي يفرضون على أهلنا وأهل بيت المقدس. التركيز على هذه المواضيع في مؤتمرات ومناقشتها وإقامة ورش العمل في ذلك هذا أمر مهم وجدا مهم في نشر وتفعيل هذه القضية. أيضا بالنسبة لقضية القدس ممكن اعتماد هذه المادة في باقي الجامعات العربية، ليست لا تبقى هذه المادة حكرا على الفلسطينيين يدرسوا تاريخ القدس، بل يجب على اتحاد الجامعات العربية والإسلامية ونطالب بهذا الأمر أن يحذو حذو الجامعة الأردنية في تدريس مادة تاريخ القدس كمتطلب في الجامعة حتى يتعمم تاريخ هذا القدس عند جميع أهلنا وإخواننا العرب والمسلمين. لا تبقى قضية القدس محلية خاصة بأهل فلسطين، بل تبقى قضية المسلمين أجمعين. إقامة المؤتمرات، إقامة الندوات، إقامة ورش العمل، إقامة معارض الصور التي تذكر أبنائنا الطلاب في المدارس وفي الجامعات بالأماكن المقدسة، بزقاق القدس، بحائط البراق،
كل معالم هذه المدينة أيضا يساهم في تفعيل قضية القدس. هناك أمور أخرى ممكن الجامعات تتبنى قضايا، إبراز قضايا معينة وإخراجها في أفلام وثائقية، أيضا هذا يساهم في تفعيل قضية القدس. كذلك يجب أن يكون هناك توأمة بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية كمؤسستكم الكريمة في إبراز والاهتمام بالمواسم والتواريخ المهمة في تاريخ القدس لإبرازها للعالم أجمع والتركيز عليها حتى لا ينسى أبناؤنا قضيتهم المركزية ألا وهي قضية القدس. جميل. أستاذ مجدي، يعني أنتم في وزارة التربية والتعليم يعني أنشأتم وحدة القدس، ما هي الاستراتيجية التي تقومون وفقها وتمارسون أنشطتكم، وما هي الخطة التي وضعتموها للتطوير في مدارسنا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير والرسول النذير محمد بن عبد الله ومن والاه وبعد. حقيقة عندما أنشئت وحدة القدس في وزارة التربية والتعليم كان لأهمية هذا الموضوع ولمكانة القدس، وأنوه ليس مكانة القدس والتركيز على القدس ونسيانا لعكا وحيفا أو تجزئة للقضية الفلسطينية كما يظن البعض، ولكن هو من باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه. فدرة الشام هي فلسطين، ودرة فلسطين هي القدس، ودرة القدس هو المسجد الأقصى. كان اهتماما في العملية في المنهج وفي الأنشطة اللامنهجية. في المناهج لم نكتفي بما في المناهج الفلسطينية في التربية الوطنية، في التاريخ، في التربية الإسلامية، إنما كان هناك إثراء لهذه المناهج في مواد منفصلة في التربية الإسلامية. واجبنا نحن المسلمين نحو القدس، تاريخ القدس. كان هناك كتابان وزارة التربية والتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم للجامعات، الطريق إلى القدس وتاريخ القدس، على أساس يستأنسوا بها في التعليم الجامعي. أيضا الأنشطة اللامنهجية وهي كثيرة في مدارسنا، غالب الأنشطة المدرسية عبر السنين هي تتناول موضوع القدس، سواء في مسابقات مقدسية بين الطلاب تعقد بين الحين والآخر، سواء في المهرجانات الختامية للعام الدراسي تكون القدس حاضرة، المكتبة الزاخرة، وهناك أعمال في الحاسوب للانتهاكات الإسرائيلية الحديثة نحو القدس، في هناك مسابقات في الشعر، في الخطابة. الإذاعة المدرسية دائما تكون حاضرة فيها مواضيع القدس الحديثة وتتناولها عند الطلاب، وهذا يعني مما نفتخر به أنه شبابنا وطالباتنا دائما العواطف، القيم عندهم في الشعر، في الفن، حتى الفن المسرحي، الفن التمثيلي في المهرجان، كله يتناول موضوع القدس، نوعا من الانتماء لهذه الأرض. أيضا قمنا نحن وحدة القدس بنوع من التثقيف للمعلمين وللطلاب، حقنا الشرعي، حقنا التاريخي نحو القدس، لأننا نعتبر أن العقيدة الإسلامية والتاريخ الشرعي الإسلامي هو أكبر يعني حصن يضمن لنا أن تبقى مواقفنا ثابتة لا تتغير في حقنا في هذه القدس وفي فلسطين، كل فلسطين. نعم. ننتقل للدكتور حسن. اليوم الاحتلال يقوم باستغلال كل ما أوتي من إمكانات في سبيل يعني الترويج لدعايته وربما تزييف الواقع والتاريخ في المدينة المقدسة. من خلال متابعتكم، كيف تنظرون لواقع مراكز الأبحاث الإسرائيلية فيما يتعلق بالمدينة المقدسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولا اسمح لي أن أشكر قناتكم وجمهورها الكريم. في البداية يستحضرني حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل أفتنا يا رسول الله في القدس، فقال اذهبوا وصلوا فيها، وإن لم تستطيعوا فأرسلوا زيتا لإضاءة القناديل. وهنا المقصود بإضاءة القناديل ليس فقط يعني إزاءة العتمة المقصود بها الليل، بل هو لتبقى القدس منارة للعالم أجمع وللأمة الإسلامية والأمة العربية. القدس هي محط اهتمام العالم كله،
وبالتالي يجب أن تكون الأولى والأجدر محط اهتمام المسلمين والعرب. القدس توالى عليها الكثير من الغزاة، ولكن بحمد الله طردوا في فترات زمنية مختلفة. أهمية مراكز الدراسات بالنسبة للقدس وأهمية هذه المراكز في نقل المعلومات وترك أثر في العالم هي تتأتى من خلال اللي هو نقل المعلومات وإقناع الجمهور، وبالتالي يفترض على الأمة العربية وأهل فلسطين أن يهتموا بمراكز القدس. للأسف الشديد نرى أن مراكز أبحاث مثل مركز هرتسلية ومراكز أخرى مثل مركز الجامعة العبرية يقدم أبحاث أضعاف ما هو موجود في الوطن العربي. أيضا نجد مثلا دولة فقيرة في أوروبا مثل إيطاليا تقدم أبحاث أضعاف ما هو موجود في الوطن العربي لوحدها، وهذا يفيد بشكل واضح أن هناك تأخر معرفي وعلمي، وهذا أيضا يذكي علينا الكثير من التأخر وعدم اللي هو التطور تجاه قضايانا المهمة والمركزية. هناك قضية أثارها السيد عبد الكريم لافي وهو رئيس مجلس أولياء الأمور في القدس في مطلع سبتمبر، بأن أهالي القدس فوجئوا بأن إسرائيل ترفع من المنهج كل ما يتعلق بالقدس حتى القضايا الأدبية والشعر. هذه قضية لها علاقة مباشرة بتهويد القدس من الناحية الثقافية، وأيضا هناك 41 مستوطنة حول القدس هي بين مستوطنة واللي هو أماكن استيطانية، وبالتالي مراكز الأبحاث الفلسطينية والعربية كلما اهتمت في هذه القضايا كلما تقدمنا نحو عرض قضيتنا المهمة في أن القدس تاريخيا ودينيا وحضاريا هي تتبع العرب والمسلمين. نعم. نعود مجددا للدكتور علاء. يعني الدكتور حسن تحدث في نقطة في غاية الأهمية، وهي سعي الاحتلال الدائم والدؤوب لإحلال المناهج التي يريدها هو في المدينة المقدسة، وذلك في إطار تهويد المدينة المقدسة. الآن نسأل، يعني كيف يمكن التصدي لهذه المحاولات والتي يعني ربما تعد من أهم أشكال انتهاك حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقه في التعليم؟ قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية احتلال القدس عام 67 وهي بشكل ممنهج ومنظم تعمل على انتهاك حقوق المقدسيين كاملة، ليس حقهم في التعليم ولا حتى في منهاج فلسطيني خالص. بداية أيضا من عام 1980 عندما أصدرت قانون القدس، قانون القدس التي عمل على ضم القدس إلى الأراضي الإسرائيلية، وهذا مخالف للقانون الدولي. أيضا استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات لحقوق المقدسيين، منها بالطبع حقهم في المواطنة. المواطن المقدسي في خاصة في القدس الشرقية هو ليس بطبع مواطن إسرائيلي ولكنه مقيم في إسرائيل وليس له حقوق كباقي الإسرائيليين، فهو بذلك حقوقه الاقتصادية، الصحية، التعليمية، كافة حقوقه للأسف مغيبة. حتى أن الجانب الإسرائيلي يعمل من كل فترة إلى أخرى على تجريد الكثير والعديد من المقدسيين من هويتهم وإقامتهم. الإسرائيليين عمدوا إلى تهويد القدس، تهويد القدس، وأيضا ترسيخ قيم ديموغرافية تعمل على ترحيل سكان القدس، للأسف على ترحيل سكان القدس بعدم على سبيل المثال السماح لهم في البناء، سواء في بناء المنازل، في بناء المدارس، في بناء المصانع. قانون التخطيط والتنظيم الذي قام بسنه الإسرائيليين للأسف جعل 40% من مدينة القدس هي عبارة عن مساحات خضراء لا يجوز للمقدسيين البناء فيها، وهذا مدعاة لترحيل هؤلاء المقدسيين. بالمقابل العديد بالطبع بل آلاف المستوطنين، بل النسبة الأكبر من المستوطنين هم موجودين في مدينة القدس، وهو ترسيخ واقع استيطاني. الاستيطان بحد ذاته هو جريمة حرب. إذا تطرقنا إلى المنهاج، المنهاج للأسف في العام 2011 قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة طباعة كل المناهج الفلسطينية الموحدة
الخاصة بوزارة التربية والتعليم تم إعادة طباعتها بما ينسجم مع الرواية الإسرائيلية، بما يجرد هذه المناهج من كل القيم الوطنية وأي دعم للقضية الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني وحتى للقدس. في العام 2013 أيضا قام الجانب الإسرائيلي وسلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتأكيد على هذا الجانب، حتى أنهم فرضوا في بعض المدارس خاصة المدارس الخامسة، هما وخاصة أنه هناك خمس مدارس أصبح يدرس فيها المنهاج الإسرائيلي للأسف. أيضا علاوة على أن هذا الواقع هو تم ترسيخه في مدارس البلدية والمعارف الإسرائيلية، وهذا كله بحاجة إلى وقفة من وزارة التربية والتعليم على الصعيد الدولي للتأكيد على حقية الفلسطينيين بمنهاج خالص لهم، وهذا مكفول لهم وفق القانون الدولي. وما يقوم به الجانب الإسرائيلي من تغييب الحقائق وفرض منهاج خاص على الفلسطينيين هو مخالف للقانون الدولي الإنساني. نعم، أنتقل للدكتور صالح. يعني تحدث عن تدريس مساق تاريخ القدس، يعني وهذا ربما يعد يعني شيء جميل، ولكن يعني نحن بحاجة لمزيد من الجهود فيما يتعلق ب يعني تدريس مواد أخرى مماثلة، وأنت تحدثت في هذا الموضوع. الآن أريد أن أسأل، يعني ما هي المضامين الموجودة في هذه المادة وكيف يمكن التطوير؟ طالب في مادة تاريخ القدس يتناول دراسة تاريخ القدس في العصور القديمة حتى عصرنا الحالي أو حتى واقعنا المعاصر. الطالب يتعرف على مدينة القدس بأسمائها التاريخية منذ مطلع التاريخ حتى يومنا هذا، عن التغيرات التي طرأت على هذه التسميات. الطالب يتعرف على موقع مدينة القدس وعلى تضاريسها، على موقعها الجغرافي، تعرف على هذه الأمور الجغرافية التي تتعلق في مدينة القدس. ليس فقط دراسته تقتصر على دراسة تاريخية بحتة، أيضا الطالب يتعرف على مدينة القدس في العصور الحجرية وما بعدها وصولا إلى العصر الإسلامي، تعرف على مجريات الفتح الإسلامي لمدينة القدس وعلى القدس في العصر الأموي والعباسي والفاطمي والعثماني، أيضا يتعرف على الأسباب التي أهلت الدولة الإسلامية في فتح القدس عندما فتحها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، حتى يستفيد أبناؤنا ما هي الشروط التي والأسباب الشرعية والكونية التي يجب أن نمتلكها حتى نفتح القدس. من أهم هذه الأمور هي وحدة الأمة الإسلامية، نريد أن نعزز ثقافة الوحدة في أذهان طلابنا الكرام حتى نخرج من هذه الحالة التي يعيشها الفلسطينيون اليوم. نريد أن نؤكد على أحقية الفلسطينيين في مدينة القدس كاملة، لا تجزئة للقدس الشرقية ولا الغربية. ندرس طلابنا المحاولات الصهيونية المتكررة التي تتحدث عنها الدكتور علاء تاريخيا من تجزئة القدس، محاولة تهويد القدس. ندرس الطلاب كيف نضحض مزاعم الصهيونية في موضوع الهيكل وهدم المسجد الأقصى، وأن هذه خرافات تاريخيا ليس لها أصل تاريخي من توراتهم ومن واقعهم. كل هذه المضامين يتعرفها وغيرها من الأمور المعاصرة، من يعني كل الإجراءات التعسفية التي يتعامل بها اليهود مع المقدسيين يتعرف عليها الطلاب، يدرسها حتى وقعنا هذا. لكن لا نستطيع أن نقول أن هذا المنهج كافي، نحن في معركة مستمرة مع هذا الاحتلال الصهيوني، وكل يوم يفاجئنا بإجراءات تعسفية جديدة وبقوانين ظالمة وجائرة ضد أهلنا في مدينة القدس. ومع هذا التعسف ومع هذه الإجراءات نحن نطور منهاجنا الفلسطيني لندرس طلابنا هذه الإجراءات وكيف نواجه هذه الإجراءات وما هي المزاعم الصهيونية، حتى يكون أبنائنا على وعي كامل في دحضها وفي عدم الاقتناع بها، ونعزز أن هذه القدس واحدة كاملة عاصمة فلسطين الأبدية المستقلة تاريخيا وشرعيا، ولا يمكن أن نتنازل عنها ولا يملك أحد أن يتنازل عنها كائنا من كان. نعم. الآن يعني أرحب بمجموعة من طلبة جامعة الإسراء الذين يتواجدون هنا معنا ودرسوا مساق تاريخ القدس. نسأل الآن، ما المعارف الجديدة التي قدمتها لكم هذه المادة، وما أهمية دراسة هذه المادة بالنسبة لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة نسرين العمصي من كلية المهن الصحية قسم الطب المخبري، درست في جامعة الإسراء مادة تاريخ القدس.
طبعا أهميتها والمعارف اللي أخذتها من هاي المادة كبيرة وكثيرة. أهميتها أولا أنها جزء لا يتجزأ من تاريخنا، هي جزء من عقيدتنا، لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، من سورة الإسراء. طبعا يعني نبقى متمسكين يعني بهذه المدينة، ويعني نتمسك بحقنا بها كعاصمة لدولتنا المستقلة إن شاء الله. يعني من يريد أيضا الحديث عن هذه المادة، مادة تاريخ القدس، وماذا أضافت له؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة نيفين حسونة، كلية الحقوق قسم القانون، طالبة من جامعة الإسراء. درست مادة تاريخ القدس، هي كانت من أروع المواد حقيقة في التدريس. نشكر الدكتور صالح على المادة هاي. هي من رغم من أهميتها مدينة القدس كان يجب أن تدرس في كثير من الجامعات في الوطن العربي، لأنه مدينة القدس كانت وما زالت حتى هي اللحظة مهمة لذكرها في القرآن الكريم وأهميتها. تعرفنا في هذه المادة على موقع مدينة القدس، كانت مدينة القدس على مدينة القدس وأسوار مدينة القدس وأبواب مدينة القدس. موقع مدينة القدس كانت تقع مدينة القدس على خط طول 35 درجة شرق خط غرينتش و 31 درجة شمال خط الاستواء. أيضا لابد أن ننوه إلى القدس في العصور قديما وحديثا. مرت القدس في الكثير من العصور عبر التاريخ، منها العصر الحديدي والحجري والنحاسي والبرونزي. كل هذا طبعا عرفناه في هذه المادة ما كناش نعرفه من قبل. أيضا مجريات البحث الفتح الإسلامي لمدينة القدس زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف كان يعني قديما وكيف لحتى الآن حديثا. أيضا تعرفنا على العهد العمرية، كانت 16 هجري، وكيف تعرفنا على الادعاءات الصهيونية التي كانت تحدث زمن الإسرائيليين وحتى هذه اللحظة. عشان يعني نعلمه للأجيال القادمة، يكون عندنا خبرة أكثر عن مادة تاريخ القدس، عن حياتنا، عن واقعنا اللي بنعيشه. أيضا تتحدث عن الضرائب اللي كانت مفروضة على سكان مدينة القدس، وهي ضريبة الأرنونة، هي أكثر ضريبة كانت تفرض على السكان المقدسيين في مدينة القدس. كانوا بيفرضوها كثير على المقدسيين، بالرغم من التجديد اللي كان على مدينة القدس من هذول السكان، كانوا يهجروهم من بلادهم. شكرا لك. نعود مجددا لضيوفنا. أستاذ مجدي، يعني نسأل الآن عن وزارة التربية والتعليم، وكيف يمكن لها النهوض بالدور التثقيفي فيما يتعلق بالقدس ومكانتها والدور المنوط بكل فرد منا. لا شك أن القدس دائما حاضرة في جميع الأنشطة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في مدارسها. طبعا أنشأنا سفراء القدس في كل مدرسة، تتكون من معلم تربية إسلامية ومعلم التاريخ لمتابعة الأحداث المعاصرة وما تتعرض له مدينة القدس من اعتداءات يومية أو شبه يومية، وتفعيل ذلك في الإذاعة المدرسية والتثقيف لدى الطلاب. أيضا وحدة القدس لها تعاون مع وحدات القدس في وزارات أخرى. يعني يوم الأحد هناك في ذكرى حرق المسجد الأقصى في المركز التركي لرعاية الأيتام، أيضا نشاط في هذه الذكرى الأليمة على نفوسنا من عدة وزارات في الواقع الفلسطيني. أيضا هناك حلقات نقاش للتوعية حدثت بين المعلمين المتخصصين، يعني على سبيل المثال حلقات نقاش في الحق الشرعي، الحق التاريخي، قضية فلسطين قضية قومية، قضية وطنية، قضية إسلامية، ما أثر ذلك على قضيتنا. لأنه هناك في التوعية أنه أصبحنا نعيش مرحلة انتحار سياسي، يوم أن انتقلت القضية الفلسطينية من قضية إسلامية عالمية إلى قضية قومية عربية إلى قضية قومية فلسطينية إلى قضية جزء من الشعب الفلسطيني في الداخل، فأصبحت تجزئة أوصلتنا إلى طريق مسدود. فلا بد أن نعيد القدس إلى عالميتها وفلسطين عالميتها، أنها قضية المسلمين جميعا في الأرض كل الأرض، وهي قضية تحريرها واجب ليس على أهل فلسطين
بل هو واجب على المسلمين جميعا. ولذلك عقد أيضا حلقات نقاش مقارنة بين عهد صلاح الدين كيف حر وبقيت تحت الاحتلال الصليبي ما يقرب من 100 عام، كيف نجحوا وحرروها، نحن الآن نتأسى بذلك. هذه القيم أن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه كيف فتحها، حرر صلاح الدين، حافظ عليها السلطان عبد الحميد. وكان ليس غريبا في الوعي أن معظم من تمسك بالعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية وان كان غير عربي وغير فلسطين حافظ على فلسطين. وأهل فلسطين عندما تخلوا عن دينهم وشريعتهم وبعدوا عن الله ضاعت فلسطين. ولذلك طرحنا عنوانا العودة إلى القدس يتم عن طريق العودة إلى الله سبحانه وتعالى، نكون قد بدأنا الطريق نحو العودة إلى القدس. هذه قيم تغرس في نفوس الطلاب. هذا ناهيك أن هناك لدينا من المبدعين خاصة في مدرسة الموهوبين أناس في الحاسوب فعلوا عبر الأندية وعبر كذا لقضية فلسطين ولما تتعرض له من انتهاكات صهيونية بالصورة وبالصوت وبالتعليق. وكنا نستضيف أيضا علماء متخصصين من الجامعات الفلسطينية في عقد ندوات للمعلمين وللطلاب عبر إذاعة مدرسية أو عبر حصص كاملة، نوع من أنواع التثقيف. نعم أشكرك. ننتقل للدكتور حسن وسؤالي الأخير، يعني كيف يمكن الارتقاء بمؤسساتنا التعليمية لمواجهة ما يمارسه الاحتلال في مؤسساته التعليمية فيما يتعلق بالإرث الحضاري والتاريخي للمدينة المقدسة؟ يعني هذا سؤال مهم، لأنه المؤسسات التعليمية يجب أن يكون في هناك بينها بناء شراكة وتشابك في قضايا المنهاج، وأقصد بالذات الجامعات الفلسطينية، حيث أنني لامست عن قرب أن بعض الجامعات الفلسطينية يعني تسقط إلى حد ما قضية القدس من مناهجها، وهناك بعض الجامعات يعني لا تعطي أهمية كبرى بهذا الإثراء وهذا الإثراء المطلوب. وأيضا هناك خلاف أيضا في القضايا التاريخية المطروحة في موضوع القدس بين بعض الجامعات، وهذا أيضا مثار جدل، ولا نريد أن ندخل في سجالات من هذا النوع. يجب توحيد هذه المادة في الجامعات الفلسطينية وأعطائها حقها من ناحية، من ناحية أخرى لأننا أيضا نواجه مثل ما أسلفنا في السؤال السابق بكم كبير من المعلومات تبثها مراكز الأبحاث المعادية. يجب أن نتنبه لذلك، يجب أن نتنبه أيضا للمواءمة ما بين عروبة القدس وإسلاميتها، لأننا إذا تحدثنا عن الأديان فالأديان كلها أقصر عمرا من القدس، أما القدس فهي يعني بناها القدس بناها اليابوسيون، وكان وبنوا أول سور لها وامتد حتى الخليل. والقدس تقع ما بين جبال نابلس وجبال الخليل، والقدس هي عميقة في التاريخ بعمق وجود العرب الساميون الكنعانيون في هذه المنطقة مرت. وأيضا أول موحدون يعني أول مجموعة موحدة كانت في القدس هي مجموعة عربية سامية. ولذلك المدخل الذي يجب أن يكون حاضرا دائما ما بين العروبة والإسلام أن القرآن أكرمنا الله في أن خلقه أو أنزله عربيا، وبالتالي هذا مدخل جيد حتى نتحدث به أننا نحن العرب أهل المدينة، من ثم نحن العرب المسلمون الذي أكرمنا الله بالقرآن لغة، نحن أصحاب هذه المدينة. بخصوص يعني السؤال حتى يعني نثري، أنا يعني أطالب المدارس الفلسطينية كافة في كافة المستويات، مع الرغم أنني أرى أن في الجغرافيا موجود مثلا اللي هو تعريف الجغرافيا جغرافيا القدس وجغرافيا فلسطين، وفي التاريخ هناك مرور على تاريخ فلسطين، إلا أنني أطالب بمادة تثقيفية أو مادة ثقافية حول القدس، لأن القدس تتعرض فعلا إلى هجمة عاتية من أجل تهويدها ومن أجل إقصائها، ونحن نمر في ظروف عربية وإسلامية صعبة وغاية في التعقيد، وعلينا نحن الفلسطينيون أن نتنبه إلى هذه المرحلة وندافع عن القدس
حتى يعني يأتي الله ظرفا وزمنا مختلف نستطيع فيه تحرير القدس إن شاء الله. إن شاء الله. ربما لكل ضيف من ضيوفي كلمة فيما يتعلق بالدور التثقيفي والتوعوي والإرشادي لأبنائنا والأجيال فيما يتعلق بمدينة القدس وإرثها التاريخي والحضاري وواقع هذه المدينة التي تتعرض اليوم لحملة تهويد كبيرة وشرسة. نبدأ بك دكتور علاء، تفضل. بالطبع يجب على كل مؤسسة تعليمية تثقيف أبنائها الطلبة في تاريخ القدس، في تراث المقدسيين، بواقع الانتهاكات التي يتعرض لها المقدسيين في كل يوم، في جميع الحقوق خاصة حقهم في التعليم. لو تعلمين أن العديد من المدارس للأسف في مدينة القدس، كثير منها هناك فصول مدرسية تحت الدرج، أو هناك كرفانات للأسف هي التي تأوي الطلبة. من المهم جدا توعية الطلبة كم هي حجم المعاناة التي يعانيها أبناءنا المقدسيين، ورغم ذلك هم صامدون على هذه الأرض. هم واجبهم أن يعلموا هذه الحقوق أيضا ليطالبوا بها، ليضغطوا على المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه إعمال حقوق المقدسيين، ليطالبوا أيضا السلطة الوطنية الفلسطينية بتوجيه مزيد من الدعم لدعم صمود المقدسيين. نعم، ننتقل للدكتور صالح، تفضل. نحن يعني كان لنا أمنية، نتمنى ألا تبقى مادة تاريخ القدس قاصرة على تدريسها في الجامعات الفلسطينية، بل أيضا إقرار هذه المادة كمادة أساسية لطلابنا في المدارس حتى يتثقفوا ويعني يعوا جيدا قضيتهم المركزية، قضية فلسطين وقضية القدس. وإن كان هذا الأمر عسير، فتكون نصف مادة التربية الوطنية تركز على القدس وتاريخ القدس وما يتعرض له المقدسيين من اعتداءات مستمرة. كذلك نتمنى ألا تبقى مادة تاريخ القدس قاصرة على الجامعات الفلسطينية، بل تكون مادة مقررة في جميع الجامعات الإسلامية والعربية. نتمنى أمور إبداعية تخص مدينة القدس كعمل مجسمات في المدارس والجامعات، ملصقات تذكر دائما الطلاب بالقدس وأهميتها وتاريخها، كذلك عقد الاجتماعات الدورية في المناسبات بالنسبة يتعلق لمدينة القدس. الآن ننتقل للأستاذ مجدي، تفضل. أرى أن أهم قضية لدى طلابنا في المدارس هو التركيز على البعد الديني والبعد الشرعي كقيم تورث في نفوسهم، في أفكارهم، في مفاهيمهم. نعم، يعني نعود لك دكتور، يعني كلمة أخيرة فيما يتعلق يعني بتعزيز الدور التثقيفي فيما يتعلق بقضايا مدينة القدس ككل. دكتور حسن، تفضل. الدور التثقيفي، أنت تعلمين أننا نتحدث بخصوص اللي هو الجامعات والمدارس ودورها يعني التثقيفي في تعزيز ومناصرة قضية القدس، لكن إذا تحدثنا يعني بشكل عام عن اللي هو الدور المنوط بكل المؤسسات، هو أولا يعني نتحدث عن اللي هو المؤسسات الرسمية القانونية التي يجب عليها أن تلعب دورا واضحا في المجتمع الدولي، حيث أن فلسطين كلها احتلت بإرادة دولية حقيقة، وفلسطين يعني عبر الانتداب البريطاني يعني كان سك الانتداب واضحا في أنه على الانتداب البريطاني أن يقوم بدور إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وهنا يعني هذا الدور يعني ليس فقط من وعد بلفور، يعني أنا أذكر عام 1907 قبل عام 1917 اللي هو 2/11 وعد بلفور، كان هناك اجتماع للدول السبع الأوروبية، وكان وزير خارجية بريطانيا بال بازلمان وتحدث بشكل واضح أنكم إذا أردتم أن تبقوا على سيادة العالم عليكم، ومرر الخريطة العربية، عليكم أن تحتلوا هذه المنطقة. فباختصار علينا أن نشكل منارة علمية وثقافية للعالم وقانونية في أن لنا الحق التاريخي والقانوني على هذه البلاد تاريخيا وحضاريا وأيضا دينيا. وهنا أيضا يستحضرني في الجانب الديني أن أذكر يعني تجربة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القدس، حيث أن عمر بن الخطاب ضرب مثلا رائعا في التعايش السلمي في القدس،
في الوقت الذي كان فيه كانت فيه أوروبا تعيش عصر الظلمات، بزغ نور اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو من بدأ بتشكيل بالمناسبة أول جيش لتحرير القدس، ولكن يعني لم تمهله المنية وتوفى عليه الصلاة والسلام. استكمل أبو بكر الصديق، ومن ثم جاء دور عمر بن الخطاب الذي يعني رفض المسيحيون أهل إيليا تسليم المدينة إلا للخليفة، فجاء الخليفة وماذا كان منه؟ أنه أمنهم على صلبانهم وأمنهم على كنائسهم وعلى أموالهم وعلى هذا التسامح الديني الموجود لدى المسلمين وفي العهد العمرية لم تنفذه حتى دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حتى بعد اتفاقية هلسنكي في القانون الدولي الإنساني واللي هو العهد في القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي. حتى الآن تنظر هذه الدول إلى الدول النامية بنظرة مختلفة إنسانيا، لكن عمر بن الخطاب جسدها واقعا وثقافة وفلسفة. ولذلك لا يصلح لسيادة وقيادة هذه البلاد إلا العرب المسلمون كما سلف وأن قادوها منذ مطلع وفجر التاريخ. نعم، شكرا لك دكتور. نعود الآن للطلبة، ويعني هذه الحلقة هي ضمن فعاليات أسبوع القدس الذي يعني تقوم به فضائية هنا القدس. نسأل الآن يعني ما هي الرسائل التي يعني تريدون أن توجهوها لمدينة القدس وأهلها الذين يعني يتعرضون ربما لأبشع الممارسات من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ تفضل عرف بنفسك بالأول. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالب محمد رافت الرفاتي من جامعة الإسراء. أود أن أذكر في كلامي أن القدس جزء لا يتجزأ من فلسطين، فعندما نتحدث عن القدس فأنا نتحدث عن فلسطين، وعندما نتحدث عن فلسطين فهي القدس أيضا، فالقدس عاصمة فلسطين. فجذور مشاعرنا وعواطفنا تغرس في القدس والمسجد الأقصى، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجبنا تجاه القدس أن نقدم ونبذل ما بوسعنا لتحرير المسجد الأقصى من كيد الاحتلال الإسرائيلي، وأن الله سبحانه وتعالى سيكون معنا بإذن الله في ذلك إن شاء الله. نعم، من يريد أن يوجه رسالة؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالبة ندى جودة من كلية الحقوق قسم حقوق الإنسان. نقول لأهلنا بالقدس أننا معهم، وقضية القدس هي قضية العالم أجمع وليس فقط قضية الشعب الفلسطيني. نحن نطالب العالم الانتباه لها والوقوف بجانبنا، وندعو لأهلنا بالقدس الصبود ولهم الصبر، وقلوبنا معهم أكيد. السلام عليكم. أنا طالبة إسراء القرة. أنا سوف أتحدث عن الانتهاكات التي تحدث في القدس. فالقدس تحدث فيها كثير من التشريد والاعتقال ومن أسر، فقضايا ضد قضايا ضد المرأة، ضد الرجال، ضد الأطفال، كلها ضد القانون الدولي الإنساني. كذلك سوف أتحدث عن أنه هي القدس أرض عربية كنعانية وستظل إلى الفلسطينيين والمقدسيين. شكراً لك دكتور حسن حمودة أستاذ العلوم السياسية. شكراً لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحلقة والتي تأتي ضمن فعاليات أسبوع القدس والذي تنظمه فضائية هنا القدس بمناسبة ذكرى إحراق المسجد الأقصى التي تصادف 21 من أغسطس وحدثت في العام 1969. هذه الذكرى الأليمة يعني كان من واجبنا الوقوف فيها لتذكير العالم بهذه الممارسات التي ما زالت يعني تمارس حتى يومنا هذا بحق المدينة المقدسة، من حملات قمع لأهلها وتهويد لواقع هذه المدينة وتاريخها وإرثها الثقافي. في ختام هذه الحلقة وجه الشكر لدائرة العلاقات العامة بجامعة الإسراء على وقوفهم إلى جانبنا في تنفيذ هذه الحلقة. مجددا أشكركم مشاهدينا، إلى اللقاء.